عندما نظرت إلى هذه القطة وحتى إلى الطيور وإلى بعض الحيوانات، أيها المضارد، أيها الهارب، يا أخي، يا زوجتي، يا ابنتي، يا أختي، تمنيت أن أكون مثله في بعض الأحيان. أجول وأصول وأدخل كل بيت وأفعل ما أشاء، وآكل دون خوف، وأنام دون خوف، وأتغذى على أي طعام، وأذهب إلى أي مكان دون قيود وملاحقة ومطاردة، ودون تردد ودون خوف. كل شيء حولي، يا إلهي، ما أعجبك.